الاخوان ديالي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله يحفظكم ليا كما القاعده. اليوم اخوان ديالي، هاد الخليه هادي اللي كتشوفوا معايا هي خليه ديال الام الكاذبه اللي كنا دوزنا السيمانه الفايته، وكنا غادي نجيو نديرو ليها مراقبه، ولكن شويه ديال الحراره ما قدرناش نجيو ونخدمو في شي منحل. ملي كتكون الحراره ما خاصش بنادم يحل على الخليات ديالو باش ما يدخلش عليهم يعني الحراره. كاين اللي كيقول الشم، كاين اللي كيقول الحراره ولا السخونيه. كما لاحظتوا السيمانه الفايته في هاد اليومين اللي دازت ولا 3 ايام، هي كان شويه ديال البرد ديال الشرقي، وكان شويه ديال الحراره مجهده. ما بغيناش نحلوا على الخليات ديالنا ونديروا معاكم شي حاجه. واليوم اللي الجو شويه مرطب وما سخونش بزاف وكاين شويه الغربي، جينا نحلوا على هاد الخليه هادي. غادي نحلوا غير على هاد الخليه اللي هي الام الكاذبه اللي كنا شلنا السيمانه الفايته. كنا عطينا اطار ديال الحضنه وما ربات ليناش، ما خرجتش الملكه، ولينا جينا وحيدنا الاطارات ديال الام الكاذبه كلهم، وعطينا اطارات اللي هما جداد فيهم حضنه مفتوحه وحضنه مغلقه من الخليات الاخرين، وسوسنا النحل اللي كان في الخليه ديال الام الكاذبه بعيد على 60 متر. هزيناها 60 متر باش خويناها، والاطارات ديالها عطيناهم الخليات وحدين اخرين في العسالات، ينقيهم النحل ويخدم فيهم ويدير لنا فيهم عسل. وهذه درنا اطارات جداد باش تربي لينا منهم. غادي تلاحظوا معايا الاخوان ديالي دابا الخليه ديالنا شنو فيها. انا راني كنصور لكم بيد وغادي نخدم معكم بيد. الا هربت ليا يدي واحد شويه ما تلومونيش، غنصوتوا على الخليه ديالنا كما القاعده بواحد شويه ديال الدخان على الفم ديال الخليه، ونوليو من اتجاه اللوراني، ولكن انا غادي نقعد في الجنب وكنحيد المقفله ديالي بهذه الطريقه غير بشويه، ونحطها ونهز الخنشة بهذه الطريقه هذه بحال هكا. شوفوا معايا الاخوان ديالي الخليه ديالنا هي هذه. كنا عطيناها جوج اطارات فيهم حضنه مفتوحه واطار ديال الحضنه مغلقه وعسل وحبوب لقاح، وواحد عطيناه لها خاوي. هذا اللي كان خاوي هو هذا في الطرف، ما غنهضروش معاه، هو هذا ما غنهضروش معاه، يعني واخا غادي نجبدوه ما فيه والو. هانتو كنا عطيناه لها خاوي، نقاه النحال يعني خدمو مزيان، منقينا هادي خصو غير البيض، خاصنا غير اللي غيبيض فيه. الإطار الثاني هو كان فيه بيض وحضنة مفتوحة. لاحظوا معايا الاخوان ديالي الحضنة اللي كانت مفتوحة كاين اللي خرجت وكاين اللي سد عليها النحل، وعندنا هنا جوج بيوت ديال الملكة هما هادو، باقي النحل
عاد باقي ما سدتش عليهم، بقى شويه الحاضنه مفتوحه ثاني هنا، وحاضنه مغلقه. يعني الخليه ديالنا اللي كانت فيها الام الكاذبه هي كتربي لينا جوج بيوت ملكات. هنا ما كاين حتى حاجه، شويه ديال الحضنه مغلقه بقات لينا من الاول، وردوا الاطار ديالنا كما كان. هنشوفوا الاطار الثاني اللي كانت فيه الحضنه، اللهم بارك. جوج بيوت ديال الملكة عندنا في هاد الخلية هادي اللي كانت الأم الكاذبة، جوج هنا في هاد الإطار هذا اللي هما هادو، ها هما هنا. هما هادو باقيين مفتوحين، اسمحوا لي غادي نردهم باش ما يضربهم ليناش البرد الثاني ونضيعوا فيهم. شوفوا الاطار اللي في الطرف اشنو فيه، كي قالوا نفكروا نحل ديالنا بشويه ديال الدخان ونجبدوا الاطار. الاطار ديالنا هذا ما فيه والو، وفيه واحد البخوش اللي هو هذا، صعيب يكون في وسط الخلية على حقاش هذا كياكل لينا الشمع. هذا ملي تلقاوه في وسط الخلية هذا شد امو وديروا له راسه مع جنب الخلية بحال هكا وقردوه له باش ما يعاودش يدخل لا هنا ولا في جهه اخرى. اخوان ديالي الخليه ديالنا ربات لينا جوج بيوت ملكات، قريبة تسد عليهم. ويمكن غادي نديرو واحد الطريقه الا لقينا شي خليه من القسمة اللي قسمنا في السيمانة الأخرى من اللي عطينا الهادي إطارات مفتوحين، نقدرو إذا لقينا بيوت الملكة زايدين في شي إطار نقدرو نجيبوهم ونعطيوهم الخلية ديالنا. ما لقيناش عندها بيوت الملكة ديالها الإخوان ديالي كافيين، نطلبوا ربي يكملوا لينا وداكشي اللي بغينا. وعندي سؤالات الاخوان ديالي، بغي ندوز لكم شي اسئله مع هذا الفيديو هذا. السؤال ديال الاخ قال سؤال عمي بوجمعة، أنا عندي خليات ديال النحل ودرت العسالة الأولى بدون حاجز ملكي، وطلعت لي الخلية وبيضت لي في العسالة وعمرت بالنحل وعسل، دابا شنو غندير لها؟ واش نقسمها او لا شنو غندير لها؟ كنقول الاخوان ديالي والاخ ديالي ها الطريقه، درنا عساله اللي هي عساله الاولى هي هذه
من هنا حتى لهنا عسالة كبيرة، يعني عطينا الخلية ديالنا فين توسع، عطينا الخلية ديالنا فين توسع، طلعت لينا الملكة العسالة الفوق وباضت وعمرت لينا العسالة الكبيرة، وبغينا نزيدوها عسالة كبيرة ولا صغيرة، وبغينا نديرو لها حاجز ملكي. كنعريو على الخلية ديالنا وناخدو حاجز ملكي، نصوت على الخلية ديالنا شوية بالدخان من الفم ومن الفوق، وكنحطو حاجز ملكي كما كتشوفو ما بين العسالات، العسالة الكبيرة والعسالة الصغيرة، أو لا تكون حتى الفوقانية كبيرة، ما عندنا غرض، اللي عندك غديرو. كنسوطو على النحل ديالنا يهبط شوية، وكنديرو حاجز ملكي فوق العسالة، ونحطو عسالة أخرى فوق حاجز ملكي، سواء كبيرة أو لا صغيرة، اللي جاب الله. وملي كنديرو حاجز ملكي ونديرو العسالة ديالنا، كيطلع لينا النحل الخلية ديالنا، هانتوما غتشاهدو معايا نشوفوه واش طالع ولا ما طالعش. نعريو على الخلية ديالنا بواحد شوية، هكا لاحظوا معايا النحل ديالنا كله طالع العسالة الصغيرة، هذا ميكا ديال الكاندي كنت عطيتو لها، عاونتها به، كان زايد عندي وخافت يضيع عليا في العام كله، غادي يبقى وانا نعطيه للخلية ديالي. لاحظوا معايا النحل تبارك الله طالع علينا العسالة الصغيرة، هو يعني ما بين الإطارات كلهم عامرين بالنحل، يعني ما كيبانش. وانا غادي نغطي الاخوان ديالي، بغيت نجبد شي اطار ولكن الحراره هذه ما كاين علاش. المهم الخليه ديالنا عطيناها عساله الاولى توسعت فيها عمرتها، عطيناها عساله الثانيه بحاجز ملكي النحل طالع علينا الفوق غيدير لينا العسل، الله يسخر لينا وليكم وجميع المسلمين. اخوان ديالي ما تاخذوش عليا، راه كاينه شويه ديال الحراره، وكما قلت لكم النحل راه مدخل داكشي اللي غادي يكفيه لا من البرد ولا من الصهد. وهذه هي الطريقه الاخوان ديالي ديال العساله زايده، عساله فوق عساله، والله يسخر ليا وليكم ولجميع المسلمين. هادو قسمات، هادي قسمة وهادي قسمة.